إذا بدي أحكي عن النظام السوجوك ثرابي أو العلاج بالضغط على اليدين أو القدمين، سوجوك معناها سو في الكوري هاند يد، وجوك إجر القدم. فهو وجد هذا بارك جو إنه اليد تشابه الجسم، تشبه الجسم، الجسم فيه طرف طرفين ثلاث أربعة خمسة، واليد فيها طرف طرفين ثلاث أربعة خمسة، خمس أصابع، نفس الشيء الإجر طبعا، بس خلينا نتحدث عن اليد. وفيها الجسم البطيء ونفس الشيء هنا في الجسم. وهكذا لو وضعنا اليد بهذا الشكل، أنا حابب حقيقة، لأنه من يقرأ الكتاب يفهم الكثير، ولكن بحاجة لدورة ولو ساعة، لدورة ولو ساعة. لو هذا الجزء الأمامي من اليد، وهذا الجزء الأمامي من الجسم، وهذا الخلف، وهذا الخلف، وهكذا الرجلين هي تصل للأرض، وهكذا يصبح هنا الرجل اليمنى، وهنا اليسرى، وهنا اليد اليمين واليد اليسار، الذراع الأيمن الذراع الأيسر، وهذا لو رفعنا هيك بصير الرأس والرقبة، فيصبح الإنسان بهذا الشكل، كأنه هذه يد اليمين وهذه يد اليسرى، وهذه رجل اليمين وهذه رجل اليسرى، ولو رفعنا هذا يصبح هنا الرأس والرقبة. فتصور، فأنت تضغط على مناطق معينة، مثلا الكوع حيو، فيصبح المفصل هنا الكوع. فالقصد هاي بحاجة لدورة يعني إن شاء الله، بس إنه من خلال الكتاب موضح، بس ممكن يحتاج الإنسان لدورة. فتصبح أنت مثلا الإنسان يشكو من ألم بالظهر، مثلا الظهر هاي الرجلين وهذا الظهر من الخلف، زي ما هو الظهر من الخلف، مجرد ما أنه ممكن يسوي هيك، مجرد 30 ثانية أو دقيقة أو ضغط على مناطق معينة، ضغط مقبول، ممكن أن يخف الألم في خلال دقائق. صوت ممكن يكون عنده وجع في الرأس، هاي منطقة الرأس من الخلف، ممكن بس قلم رصاص يعني يساعده، يسوي هيك مجرد دقيقة أو يضغط في مناطق معينة، بس ما يكون إشي حاد يعني أو يأذيه. بس دائما يجب مراجعة الطبيب للاطمئنان إنه ما في شيء. ليس بطريقة عشوائية تكون المسألة، طبعا مدروسي، لازم يكون مدروسي، لازم من خلال دورات، بس ممكن يساعد حاله يعني في قضايا معينة. وفي حقيقة يعني قضايا بتتعلق في الضغط على مناطق معينة، ممكن برضو هيك نسويها في المستقبل يعني، هاي في مناطق معينة اللي علاج ألم الرأس. أنا بحكي عن الألام اللي زي ما تحكي كتير درجي، الألام الرأس وألام الظهر، ألام المفاصل، هاي حقيقة في كتير درجي فبدها طرق. يعني معروف أيضا عفوا ألام الرأس مثلا تكون مصاحبة لكل الأعمار، بينما ألام الظهر مثلا أو الرجلين مثلا في الكبر، هل هذا يمكن أن يتعامل معه الطب التكميلي؟ 100% هو أصلا ليس علاقة له مثلا مع مرور الزمن أو العمر. لا هو ممكن أن يساهم. شو اللي بدي أحكي بالنسبة للأمراض المزمنة حقيقة؟ الأمراض المزمنة هي بشكل عام الأمراض التي تدوم أكثر من 3 أشهر. الألم الحاد بنذرك أنه في إشي خطر، وبالتالي ممكن يقعد ساعات أو أيام أو أسابيع، أما إذا دام المرض أكثر من 3 أشهر مسميه مزمن. المرض المزمن غالبا لا ينتهي كليا، هو بروح وبيجي، يعني أمرار بيكون كويس فكر راح، لا ما راح، هو اختفى، هو هيك بس انطمس لفترة معينة، بس هو موجود بناء على ظروف معينة ممكن يعود ويظهر. هسا هذا يعني العلاجات اللي احنا بنستعملها هي تخفف من الألم، تساعد المريض على أن يعيش حياة أفضل، لأنه الآلام المزمنة بتكون مصحوبة بإحباط وبكلة نوم وبآلام في المعدة وأشياء كثيرة. فبالتالي احنا بنخلي بالفعل بنساعده على أنها تكون ظروف المعيشة أفضل لإله ويعيش حياة أفضل، تخفيف المعاناة، ويقدر يكون في واجباته. أما لا ينتهي الألم كليا، ممكن يكون عنده ألم مزمن ويعيش حياة ولا أحلى منها. فلا يعني أنه المزمن أنه مش راح يتعالج بالمرة، ولا يعني أنه بنفس الوقت أنه راح ينتهي كليا من خلال العلاجات، هو موجود بس أنت بتعيش من غير معاناة ومن غير أنه ألم مستمر، وممكن تكون في واجباتك اليومية بشكل أفضل. فمن خلال العلاجات هاي، هذه هي الطب البديل في كثير من الأحيان، هو أصلا من أجل هذه الأمراض المزمنة بالذات، ولا لا يمكن أن يساعد في الطوارئ، في التخدير، في الإنعاش، في الجراحة بشكل عام، فهو لهذه الأشياء بالذات على أساس الإنسان يعني يخفف. لهيك سمية تكميلي. تكميلي بالضبط. تكميلي لأنه مكمل للطب العادي أو المتداول يعني، أو الغربي أو الحديث أو اللي بنتعامل فيه إحنا حاليا. فبالتالي يعني لا يمكن أنه أنت تيجي لواحد في الطوارئ تيجي تقول له بتسوي لك طب تكميلي أو كذا، أو واحد في العمليات أو واحد في التخدير. أما في هذه الأمراض المزمنة على أساس تخفف من الآثار السلبية للاستعمال المكثف والغير مدروس للأدوية، لأنه بالتالي هي كيماوية، وبالتالي ممكن هسه حاليا كثير من المراكز أصبحت يعني تتجه نحو القضايا الطبيعية يعني.
صحيح. أيضا دكتور يعني ركزت على آلام المفاصل تحديدا، هل هناك الطب التكميلي يتعامل مع أمراض أخرى مثلا؟ هو يتعامل هو لا يوجد، ليش؟ لأنه هو يتعامل مع المريض وليس مع المرض، يعني احنا منفصل العلاج على المريض مش على المرض. فبالتالي ممكن واحد يكون سكري وبنفس الوقت واحد تاني عنده سكري، بس تتعامل معه بأساليب مختلفة، واحد عنده ضغط، واحد عنده وجع في الرأس، فصل بناء على المريض، لأنه حقيقة المريض هم يعني المريض يختلف المرض من شخص لشخص آخر، زي بصمة اليد. يعني حتى لو أنه هم مرضهم هذا عنده سكري وهذا عنده سكري، بس هذا ممكن يحتاج علاجات مختلفة. فعشان هيك إحنا حقيقة يعتمد على الجانب الوراثي، يعتمد على البيئة، الرطوبة، الجفاف، البرد، على القلق والتوتر، عدم الاسترخاء. أكثر هسه بيحكوا نسبة كبيرة فوق حوالي 90% من الأسباب الأمراض هي برين ستيت، هي تتعلق بالفكر والقلق والتوتر والكبت. عشان هيك خلوا الناس تحكي آراءها عادي، الكبت قاتل، فاحكي رأيك أنت بنفس الوقت. قصة الفكر الإيجابي المفروض نتجه له، هي جانب. وفي أشياء بتتعلق في الوضعيات الخاطئة، وضعياتنا الخاطئة، التلفزيون، الكمبيوتر، كذا، المفروض نتحرك. الجلسة، طبيعة الجلسة نفسها، طبيعة الجلسة، يعني هاي جلسة طبعا خاطئة مفروض. يعني احنا قاعدتنا هيك صحية ولا مش صحية؟ يعني احنا هيك، انا جالس هسه صحي بس بدي كرسي اطول ظهره كماشي. على الكمبيوتر في رول اوف 20، يعني المفروض كل 20 دقيقة يتحرك، كل 20 دقيقة يطلع على مدى 20 متر، كل 20 دقيقة يرمش 20 رمشي، يتحرك. اما طول ما الانسان، لانه الحركة هي الحياة، يعني تخيل لو القلب ما بتحرك في حياة، لو الحجاب الحاجز ما بتحرك في حياة، لو الإلكترونات في الخلية ما بتتحرك في حياة، لو الشمس ما بتتحرك في طاقة في حياة، فهي الحركة هي الحياة. في أشياء كتير، يعني احنا ممكن نحكي في مواضيع تتعلق أمور بسيطة وبتخلي حياة الإنسان يعني أفضل بكتير. نعم. من جميع النواحي. يعني هناك على ما يبدو ورد اتصال، ونحن لا نستقبل اتصالات يعني في هذا البرنامج، تساءل عن ألم الرأس خاصة الشقيقة، المعروف بالشقيقة. خاصة يعني بالشقيقة، حقيقة المفروض في الأول إلها عدة أسباب. أنا حقيقة ما بدخل في سبب للأشياء، يعني مرض أنا بحكي أشياء عامة. وبعد الكشف على المريض، كشف على المريض حتى وين بتصير الشقيقة، كيف بتصير الشقيقة، يعني أصلا في لكل عضو في الجسم. نأخذ الجانب التوعوي في هذا الموضوع. أنا بس بتحكي يعني في لكل جسم تصور له دورة ساعتين، يعني مثلا الرئة دورتها في أقصى طاقاتها بتكون من الساعة 3 للخمس الصبح، عشان هيك مثلا بنحكي عن صلاة الفجر والناس تطلع في الهواء. بالنسبة لساعات الطاقة للأمعاء من السبعة، من الخمسة للسبعة، عشان هيك الإخراج يفضل بهاي الساعة. المعدة من السبعة للتسعة، عشان هيك الفطور المفروض يكون بهذه الساعات. الكبد ساعة في ساعات معينة المفروض يكون نايم. عشان هيك الناس بتعاني لأنها ما بتعرف في أشياء كتير بالتوعية. بما يتعلق بمرض الشقيقة، أنصح بالدرجة الأولى فيما لو إنه عمل فحوصات وشاف أطباء وكذا وما في شيء عضوي بالدرجة الأولى، هو أمانة المفروض يراقب طريقة نومه، طريقة أكله، لأنه على فكرة الرأس بشكل عام يعني خلايا الدماغ لا تحس بالألم كخلايا دماغ. الألم من القضايا المصاحبة، من العضلات، المفاصل، الأوتار، العظام، القضية مثلا الأوعية الدموية. أما خلايا الدماغ نفسها لا تحس بالألم، فبالتالي ما يخاف. 90% من الأمراض بشكل عام الرأس ليس لها علاقة بالدماغ. هناك أسباب معينة لعدم أنها لا تشعر في الألم؟ لا، هو هيك هو بشكل عام هو يدير الأشياء وينظم القضايا كلها والحركات والأحاسيس والكذا، بس هو نفس الخلية نفسها. أنا حقيقة لا أعلم، يعني الله أعلم ليش ما بتحس في الألم، أنه بالفعل أكيد شيء رباني. يعني شيء رباني بالتأكيد، بس أمانة ليش أنا ما بعرف كيف، ليش ربنا خلق هيك له يعني حكمي، فشيء عظيم. فالقصد أنه يوجد طرق، يعني مجرد ما ينتبه لطريقة أكله. يعني مثلا في ناس عندهم الشقيقة من التدخين، في ناس من الوضعيات الخاطئة، تلفزيون، الكمبيوتر، بلا ما أخذ الكهرومغناطيسيات كلها، تليفونات كذا، المفروض يكون لا يمكن أن نستغنى عن التكنولوجيا هاي، بس المفروض تكون بإدارة يعني باعتدال. ممكن يكون تدخين، ممكن يكون شاي وكهوة كافيين مثلا كتير، ممكن يكون فكر
الفكر السلبي، صور الفكر السلبي. عشان هيك عند الصينيين بيحكوا في عندهم إشي اسمه كاي ثيرابي. كاي ثيرابي العلاج بالراحة، كومفورتابل هيلينج، العلاج بالراحة. تصور أول واحدة التنفس الجيد، يعني إحنا الهواء ببلاش للجميع، والهواء إحنا من غير الأكسجين اللي هو شكل خمس الهواء 20-21% هو من غيره الواحد 3-5 دقائق يعني بموت، أو بصيب بريند، أو بصير يعني خلل الخلايا الدماغ. فبالتالي المفروض نتنفس نفس عميق، نفس عميق، خد نفس، ولا احنا مستهلكش التوك. هذا يساعد على الاسترخاء، بيساعد على الاسترخاء، وبيساعد على الصحة بكل بنواحي كثيرة طبعا، إلى جانب العديد من الأمور. فخلينا هيك نفيد إخوان المستمعين الجميع أنه بالفعل يعني يتذكروا، وخاصة الطلاب، الابتسامة. الابتسامة لحالها بتزيد الاستيعاب 14 ضعف. أنا بحاول أتعلم أبتسم، يعني قبل الامتحان الطلاب بيروحوا بالضبط، بيروحوا مبتسمين، يبتسم دائما مبسطين. حتى الابتسامة عدوى، يعني إذا أنا بضحك أنت بتضحك، حتى لو اختلف هو واحد صدقة. احنا كله موجود في ديننا حقيقة، يعني حتى بالأكل والشرب الناس، يعني بس يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم وعاء بحسب ابن آدم لقيمات يكمن صلبه، بدوش إلا شوية أكل. فإن كان لا محال فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خلي شوي له الأكل وشوي له الشرب، وخلي الحجاب الحاجز يتحرك شوي، ما تضغطه. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فكل موجود عندنا احنا. التبسم زي ما تفضلت في وجه أخيك صدقة. كل ميسر لما خلق له. في ناس كتير كل واحد حسب مجاله. يعني المفروض. فبالتالي تفضل. على ما يبدو دكتور رايحين نستضيفك في إحدى البرامج الخاصة، ويكون لك وقت طويل نتحدث به معك، ولكن بشكل سريع، هل هناك بعض الإرشادات التي نقدمها للمشاهدين؟ للمشاهدين حقيقة يعني حابب هيك، لأنه كتير كتير الإرشادات. الكتاب راح يكون فيه حوالي 60 نصيحة، بس نحاول نحكي هيك بعض أو أهمها إذا أساس الوقت. تفضل. فحكينا عن النفس العميق، إذن التنفس، الأكسجين بالدرجة الأولى، الغذاء المتوازن. هي على فكرة الطب التكميلي كله يعتمد على توازن الجسم، عشان هيك بدخل في كل الأمراض. هو يفترض أنه في خلل في توازن الجسم، سواء بالقاعدية والحمضية، سواء بالجهاز السمبثاوي نظير السمبثاوي، في كل الأعضاء، وبالتالي هو يحاول أن يعيد التوازن للجسم. فحكينا عن التنفس العميق، حكينا عن الغذاء المتوازن والشرب بقدر باعتدال. حتى الماء أنا كاتب من 8 إلى 10 كاسات بالماء، لا بس هي حقيقة بحاول أعدلها أنه باعتدال، لا كتير ماء ولا قليل. وبعدين الحركة زي ما حكينا، والجلوس والنوم والكذا بطرق صحيحة. وبعدين التفكير الإيجابي، التفكير الإيجابي. يعني من أسوأ الأشياء اللي بتعامل معها الناس الحقد والحسد والكذا وعدم المسامحة. فعشان هيك أنا بحكي حتى المفروض يكون اتزان في السبع أركان للحياة. الجانب الروحاني، الجانب الروحاني مش فقط الصلاة والصوم والعبادات، هي الأخلاق. رسول ربنا من مدح رسول صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهي أخلاق مش بس عبادات. فإحنا بنحكي عن التسامح اللامحدود، بنحكي عن العطاء والحب اللامشروط. ما تقول لابنك إذا بتسويش كذا ما بحبك، أنا بحبك بكل الأحوال بس ما بحب سلوكك هذا. فهذه القضايا، وفي أركان أخرى في الصحة وفي النواحي الشخصية وفي النواحي العائلية وفي النواحي الاجتماعية وفي النواحي المهنية وفي النواحي المادية. سبع أركان لازم تكون متزنة. إن شاء الله نتكلم معك في برامج قادمة، لأنه لديك الكثير من هذا. الحمد لله، الحمد لله، هذا نغطيه مثلا خلال ثلث ساعة. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات والتوضيحات دكتور غالب نصر الله. والآن أعزائنا المشاهدين، نترككم إلى التصوير الصباحي لمدينة طول كرم. طبعا هذا التصوير كان يشمل أيضا زراعة الأشجار في منطقة تلفزيون الفجر الجديد شارع البركة، ونطلب مزيدا من الأشجار في مدينة طول كرم للحفاظ على المدينة وأيضا وجمالها وبيئة صحية سليمة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. صباح الخير طول كرم، صباح الخير فلسطين، إلى اللقاء. شكرا دكتور، يعطيك العافية.